الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وإمامنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح لهذه الامه وجاهد في سبيل ربه حق جهاده حتى اتاه اليقين اللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن دعوته ورسالته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلني واياكم واخواني واخواتي من الفائزين والفائزات امين 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 يا رب العالمين اما بعد أيها الأحباب الكرام أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفنا وإياكم في الجمعة الماضية عند قول الله سبحانه وتعالى في آية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ووعدتكم أنني سأبين لكم ما هي التقوى وهذا هو عنوان خطبتي معكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء التقوى هي أم الوصايا التقوى هي أم الوصايا أحبابي الكرام ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم من خلق فاضل لقي من الاهتمام والحفاوة وعلو المكان مثلما لقيته خلق التقوى أيها الكرام اسم الكلمات ولله الكتاب من رب سبحانه وتعالى وللسنة النبي صلى الله عليه وسلم شن خلق ذا القرآن يلقى يذيز يهتم بسيس الدين الشريعة الإسلامية العلوم المكانة أشغل التقوى فالتقوى إذن الكرام ذا الأم من الوصايا وحسبك أنها وصية الله تعالى ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم للأولين والآخرين فما هي إذن هي التقوى التقوى إذن الكرام وصية رب سبحانه وتعالى للأولين والآخرين كذلك وصية للنبي صلى الله عليه وسلم مقصد التقوى يا بدعة التقوى هي جعل النفس في وقاية من كل ما قد يصيبها من مكروه أو أذى هذا هو معناها في أصل اللغة العربية التقوى هي جعل النفس في وقاية الوقاية زي كل ما قد يصيبها من مكروه أو أذى هذا هو معناها في اللغة يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه الأصل دي التقوى المعنى ديالها يقول ابن رجب الحنبلي هي أن يجعل العبد أديب الإنسان جرز بين التنفذ ميزي يحذر الوقاية التقيه منه إذا تبزير السي تبزير على تبزير السمن حوالي جلس الوقاية ميزي تبزير هذا في المعنى في اللغة أيضا أما في الشرع فقد أضيف إلى هذا المعنى حقيقة جوهرية ألا وهي أن الله عز وجل هو أولى ما نتقيه ونخافه ونحذره ونخشى عقابه تقوى ستكون زي ربي سبحانه وتعالى التقي الله تعالى أتكون ذات خمس من عقاب الله سبحانه وتعالى ذلك لماذا؟ لأنه هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها يصرفها كيف يشاء وبالتالي فإن تقوى الله سبحانه وتعالى والخوف والحذر منه هو سحر السعادة في الدنيا والآخرة ما يبغى أن يكون زي الله تعالى ما يبغى أن تقى الله تعالى ما يبغى أن خاف أن يخاف من عقاب ديالو لأن الله تعالى في يده نفوس الناس المقاليد
بل اتقى الله عز وجل لكون السايس نحن عليه هو السر للسعاده الجد الدنيا للاخره. وفي ظلال هذه المعاني ايها الاحباب الكرام جاءت وصيه الله عز وجل الى جميع عباده بالتقوى. كويس الكرام تسلو وصينا ربي سبحانه وتعالى لجميع العباد يوصلنا ربي سبحانه وتعالى بالتقوى. فقال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله. ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم يدي لهم ديسوار مع الدنيا يوصل الله تعالى واياكم تكنيوا ان اتقوا الله واياكم ان اتقوا الله. وقد ترددت في القران الكريم الوصيه بالتقوى على صورتين اساسيتين للقران الكريم. توجد كلمة تقوى خنين السوار بصفر خنين. في أولها أن التقوى تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، تقوى واتقوا الله، تضاف التقوى إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون المعنى اتقوا سخط الله، اتقوا غضب الله الذين ينشأ عنهما عقابه الدنيا والأخروي. قال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو سبحانه الذي ينبغي أن يخشى ويهان ويجل ويعظم في صدور عباده حتى يعبدوه ويطيعوه. سورة الزمرد زي الصور التقوى اللي يسيد القرآن الكريم اثنين. تم صورة إكمال الكرام التقوى دائما تضاف إلى الله عز وجل فيكون رديزي المعنى أبدت زي السخط ربي سبحانه وتعالى، أبدت زي الخير زي الغضب ربي سبحانه وتعالى، السخط النص بالغضب النص زيسن يدير العقاب الدنيا للآخرة. والله سبحانه وتعالى ويقال العقاب للقرآن الكريم: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. ويقال الله تعالى هو أهل التقوى، التقوى مضافة إلى الله تعالى. شكون هو أهل التقوى؟ هو الله، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فهو سبحانه وتعالى الذي ينبغي ان يخشى ويهان. يخسر زغاب بذن يوذان، تغى عظما يوذان، ذي الصدور العباد نس حتى تغى عظما الضعف. وفي الصورة الثانية من صور التقوى تضاف التقوى إلى عقاب الله وإلى مكانه أو زمانه، كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وبين الصورتين علاقة وثيقة كما ترون. وفي ظلال هذه المعاني جاءت كذلك وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالتقوى، وترددت في مختلف المناسبات زي المعاني أيضا تسد الوصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تقوى، وذي كثير من الأحاديث وذي كثير من المناسبات. في حجة الوداع الصحابة قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القلوب وذرفت منها العلوم كأنها وصية مودع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. يتوصيني والنبي صلى الله عليه وسلم يدني توك السحابة الكرام محتش. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. وكانت صلى الله عليه وصيته لمن يستوصيه من الصحابة أي وصية بالتقوى. والنبي صلى الله عليه وسلم زي الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقوى وصية التقوى، كما قال لأبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله أوصني. أبو ذر إن ترسل النبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا حبيب الله يا مصطفى الله أوصني صلى الله عليه وسلم. فقال لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. الحديث رواه ابن حبان. وبإذنها أوصى صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري فقال له: أوصني يا رسول الله. قال له: عليك بتقوى الله فإنها الخير كله. ولقد وعى السلف من الصحابة والتابعين القيمة الكبيرة لهذه الوصية. ومن النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى يوصى التقوى، النبي صلى الله عليه وسلم يوصى التقوى، الصحابة السلف دركن فهمن القيمة ذا القانوت يوصي هذه الوصية العظيمة. فما صفصار
لهم. وشان ليهن الصحابة التابعين السلف دورت وصل سيس قال وصل سيس إخوان سنت من يجينا ولا سنت. فهذا أبو بكر كان يفتتح خطبته رضي الله عنه بها قائلا: أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وعلى هذا النهج كانت وصايا سائر الخلفاء الأربعة ومن تبعهم من أئمة الهدى إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وإنما اكتسبت أيها الأحباب الكرام الوصية بالتقوى هذه المكانة الكبيرة لأنها أم الوصايا. إنها أم الوصايا ميم التقوى يصير مكانة يرتدد غاصب الضر وإذا أكرم لأنه امتد باس الوصايا لأنها أم الوصايا. ومما يدل على أهميتها أي أهمية التقوى الكبيرة أن ما أعظم دعاء في القرآن ألا وهو قوله تعالى في ختام سورة الفاتحة على لسان المؤمنين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جاء الجواب عنه في مقدمة سورة البقرة: ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يعني أيها الأحباب الكرام أي إن هذا القرآن يهدي إلى الصراط المستقيم ولكن تلك الهداية مقصورة على المتقين. أعظم دعاء للقرآن الكريم يستبرن قالوا سورة الفاتحة. المؤمنين في اللسان يرسل المؤمنين تفترز يا ربي سبحانه وتعالى الهداية اهدينا الصراط المستقيم نقضت 17 مرة للصلاة الفريضة زيد يا بين النبيلة اهدينا الصراط المستقيم. وهذا سؤال المؤمن يسألون الله تعالى: اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يستجاب مباشرة موانس أي جواب الله تعالى المؤمنين بتسليم ما أعرف لا من ذلك الكتاب القرآن ذلك الكتاب يمني التال الهداية يمني التال الصراط المستقيم ترزي الله تعالى سأل الله تعالى هذا الدعاء ذلك الكتاب لا ريب فيه والاسم الشك والاسم المشرك والاسم الريب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى للمتقين الهدى أمر للمتقين فمن شهد أي من كرام زي المتقين. إذا كيف نكون منهم وكيف نحقق التقوى؟ ممشي غادي نزيد المتقين ممشي غنحقق التقوى. كلمة يجعل التقوى أيها الأحباب الكرام العلماء اتفقوا على أن تقوى الله عز وجل إنما تكون باتباع أمره والانتهاء عما نهى عنه. العلماء مرة فقط فالكلمة التقوى بدعة التقوى هي أن تذنب من شزيز يمار الله تعالى أن تهيب من خشيشين الله سبحانه وتعالى أن تمتد إلى أوامر الله وأن تبتعد عن نواهي الله عز وجل. العلماء مرة استفقت خل معنا يا وليتا التقوى. نعم أيها الأحباب الكرام يقول محمد ابن أبي الفتح رحمه الله: التقوى هي ترك الشرك والفواحش والكبائر. ما يعني التقوى؟ الترك للشرك للفواحش من الكلام والأعمال التي يبغضها الله ولا يحبها الله أن تترك الشرك والفواحش والكبائر. وقال آخر: إنما تكون تقوى الله عز وجل إنما تكون باتباع أمر ما أمر به والانتهاء عما نهى عنه. ويقول آخر عمر بن عبد العزيز: التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما فرض الله. التقوى ما يعني الترك لما يحرم الله تعالى. فبدل في ذي الجن يقترب الحرام من حرم الله تعالى يتقيف سواء من الكسب ومن غير ذلك فالسبب أنه جنس المتقين مازال ويولش الدرجة المتقين. وقيل في التقوى أنها الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشاعر: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع نماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. من يقف الشاعر ذلك خل الذنوب ترك الذنوب صغيرة الكبيرة ذاك التقى تنين التقوى أجد الدنوب أغشبعنا
الجبال من الحصى. النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات وهو يشير إلى التقوى إلى قلبه يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. هو ماري ذكور ذكور ذكور. ومع ذلك أن التقوى، أن تقوى الله تعالى محلها القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح. المحل التقوى ذو رحمة الكرام، من اتقى قول وذيس تقوى الجوارح يرسلوا الطوم دي بسوق دي ضار دي بسن اتقى الله عز وجل حتى لهم. يقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يخزى الله تعالى غورا ونوم مش حاب ليس التقوى مش حاب ليس الإيمان مصفا ملا. الله تعالى يخزى الله نغار من الصورة من الصفة من الوقرة من قشر مثل فلان فلان. الله الله تعالى ينظر المحل نظر إليه تعالى إلى القلوب. ألا فلنتقي الله حق التقوى لنكون من المهتدين إلى صراط الله المستقيم في الدنيا والآخرة. يذكر القرآن أن التقوى هي ثمرة الصوم العظمى. التقوى يما في رمان الزوبة القرآن قرد الشهر قرد الشهر التقوى. أي القرآن الكريم اتذاك القرآن الكريم بأن الثمرة لم قرد ذي الصيام وهي التقوى. أقوم غسلت ذي الصيام الثمرة الثمار في القرآن لغلس ذي الصيام وهي تقوى الله عز وجل. فيقول الله عز وجل أيزد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي العلة علاش تكتب علينا الصيام وتفرض علينا الصيام، لماذا؟ لعلنا نتقي الله. إذا فإن الالتزام، إن التزام المسلم بكل الأحكام والآداب المتعلقة بشهر رمضان، الإنسان يكسب مرة يلتزم الأحكام الآداب المتعلقة بشهر رمضان يجتهد للتحلي بها، لا بد ستكون ثمرته التقوى. وفي نفس السياق بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صام امتثالا لله عز وجل فينبغي أن يتميز بأخلاقه وحلمه. ذلك بيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميزون لله. من صام لله امتثالا لله لا ينبغي، ينبغي له أن يتميز بأخلاقه وحلمه. ونيت زمر نيشا سالي سير الصفات نيت زمر صفات الصيام على سير الحلم الصيام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا كان يوم صوم أحدكم بغير المتلبسين أيها المؤمنون بهذه العبادة. شيخ قاش آل متلبس بعبادة أخذ زمر أخذ نويدة زمر قاش صائم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يصخب. غاز الرفض وهو مقدمة الجماع كلام في شؤون النساء. ولا يصخب والدير فاحش ولا متفحش فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. مرض زمر أيها المؤمن أرود ورفض والسوار بذي النساء وكذلك النساء والسوار بغيار يزن في عموم شؤون الجمال والزينة والجماع إلى غير ذلك. لا ينبغي ولا يسخب ويتجعجع ويتعصب ويتكوى ويتسبى ويتدرس اسم السيئة بالسيئة. لا فإن سابه أحد مريض باري شديش نغي لقاتلك الشديش فلتقل له إني امرؤ صائم مش حزوم أنا متلبس بهذه العبادة شوة جبوخة نشقى زوم لله عز وجل. التقوى أيها الأحباب الكرام ذكر بعض أهل العلم أن للتقوى ثلاث مراتب. التقوى ثلاث درجات. الدرجة الأولى ديال التقوى أن يتقي عن كل ما يخلد صاحبه في النار، وعليه قوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى، بمعنى أن الإنسان يقي نفسه من العذاب المخلد في النار، وذلك بالتبرؤ من الكفر بجميع أنواعه، وأن يتبرأ من الشرك بكل أشكاله الظاهرة منه والباطن. إنسان الدرجة الأولى زي درجة التقوى أن يتقي الإنسان.
هذه تكون زي الكفر زي الكافرين زي الشرك جميع انواع. ثانيا تجنب كل ما يؤدي الى الاثم، كل ما يؤدي الى الاثم. تقوى من على المرتبه الثانيه تجنب اخي المسلم او اختي المسلمه مره مش غيسيب الاثم من فعل او ترك، وهي مرتبه المجاهده وحمل النفس على فعل المامورات وترك المنهيات، وهي ايضا مرتبه النفس اللوامه التي تلوم نفسها لما لا تستزيد من الخير وتلوم نفسها لما فعلت الذنب. قال الحسن البصري: النفس اللوامه والله نفس المؤمن ما يرى الا يلوم نفسه. ما اردت بك ما اردت بكلامي، ما اردت بحديث نفسي، وما اردت باكلي. والفاجر لا يحاسب نفسه. هذه المرتبه هي مرتبه النفس المتيقنه التقيه الخائفه التي تحاسب نفسها وتجاهدها وتبينها وهداها وتحذر خداع ذاتها، هي النفس الكريمه على الله التي اقسم بها في كتابه وكتابه الكريم، وقرنها بيوم القيامه في قوله تعالى: لا اقسم بالنفس اللوامه، لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه. هذه المرتبه ايها الاحباب الكرام يراقب التقي فيها طاعته لربه ان يكون مخلصا فيها، ويراقب فيها معصيته، وذلك بالتوبه والندم والاقلاع. قال تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. هذه المرتبه الثانيه ديال التقوى. المرتبه الثالثه وهي على المراتب، ان ينزه المرء أن يتنزه المرء عن كل ما يشغل سره عن الحق تبارك وتعالى، ويتبتل إليه بكليته، فهو حيث أمر الله موجود. مرتبة القرآن الكرام، الإنسان اللي يتنزه مرة ما يشغل الله تعالى ما سيكبش. اللي يتبتل ربي سبحانه وتعالى سيح من سمارة. أنت ولد المتقي جديد الدرجة الثالثة، دي الدرجة المقرات حيث أمر الله موجود. مرة من يوم الله تعالى التفديل موجود، أمر الله بصلاة الجمعة فهو موجود، أمر الله تعالى بصلاة التراويح فهو موجود، أمر الله تعالى بالإنصات إلى العلم والدروس فهو موجود، أمر الله تعالى بالصدقة والإنفاق فهو موجود، أمر الله تعالى بالصيام فهو موجود، حيث أمر الله تعالى فهو موجود، وحيث نهى الله تعالى فهو مفقود. مرة ما يخفي نهى الله تعالى والتفدي النير، والتفدي الساقي، والتفدي الخمر، والتفدي وتفدي المعصية وتفدي كذا، مرة يحمي الله تعالى فهو مفقود، وحيث أمر الله تعالى فهو موجود. وضع قدمه في طريق التقوى الفسيح، وتقدم فيه ما وسع له التقدم تحقيقا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، فهو يخشى الله حق خشيته، ويجاهد في الله حق جهاده، ويطيع الله حق طاعته، ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم حق اتباعه، ويدعو إلى سبيله حق دعوته، ولا يزال يرتقي في هذا السبيل القويم حتى يصل إلى مرتبة الإحسان. مرتبة الإحسان أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه الله سبحانه وتعالى. هذا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأحبابه وأتباعه من فضل ورفاء. أما بعد، إذا أيها الأحباب الكرام، هذه هي التقوى التي تحدثنا عنها آنفا. إذا فما هي ثمرات التقوى؟ تقوى قصد ثمار، قصد ثمرات. ما هي ثمرات التقوى؟ التقوى أيها الأحباب الكرام، قد أجملته لكم في هذه الخطبة الثانية 14 ثمرة من ثمار التقوى. التقوى زد الشجر تزد سجلين. التقوى معنى الدين النس، معنى الثمار النس. أولا الانتفاع بالقرآن الكريم والهداية به. قال تعالى: ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هل تريد أخي الكريم
أن تنتفع بالقرآن؟ هل تريد أن تهتدي بهدي القرآن؟ لا سبيل لك إلى ذلك إلا بالتقوى، فالتقوى في القلب هي التي تؤهل المرأة للانتفاع بكتاب الله. التقوى هي التي تفتح مغاليق القلب لهذا القرآن فيدخل في أعماق القلب ليؤدي دوره. إذا أول ثمرة استثمار التقوى، المتقي ينتفع بالقرآن الكريم، المتقي ينتفع بكلام الله عز وجل، ينتفع بالقرآن الكريم ويكون من المهتدين. شي مرة نفس من فعل غير فعل القرآن الكريم، مرة نفس من اهتدى هداية القرآن الكريم، ولم مغرب قال هداية القرآن الكريم، فاش تستفدت في القرآن الكريم إلا يبرد التقوى. فالتقوى قول تبي تأهل الإنسان باش ينتفع زي كتاب الله. تقوى تبي تقول تبي أصمم زورا مول باش أن يدخل القرآن الكريم أن يخدم دور النس يزيد يدي صدر الله سبحانه وتعالى. ثانيا من ثمار التقوى المكانة العالية عند الله والارتفاع فوق الكفرة والساخرين. ثمرة ثانية دين وسنيت دين التقوى المكانة العالية. أيها المتقي ركزوا شني وعراء قش مرتفع فوق الكفرة والساخرين. قال الله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. ومنها تعليم الله تعالى للمتقين ستربدل ستسنر ستفهم الأمور الدين. عليك بتقوى الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. ثالثا من ثمار التقوى الجنات والأنهار والأزواج المطهرة والخلود ورضوان الله. الجنة ذي غصرة تمغارين طاهرات ذي الخلود ذي رضوان الله تعالى. وهل تتمنى يا عبد الله شيئا أكثر من هذا؟ تمني شيء حاجة خصي ملوية؟ تأسس شيء حاجة خصي ملوية؟ ثمار الجنة في الجنات الخلود للذين اتقوا عند ربهم. وقفوا مع القرآن هذه آية للذين اتقوا يني اتقى يني تمجد المتقين يني تخرج في مدرسة الصيام شهادة المتقين. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. رابعا محبة الله من ثمار التقوى. أيها المتقي تنال محبة الله عز وجل. قال الله تعالى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وهل هناك شيء يتمناه العبد بعد محبة الله تعالى؟ تمني شيء أكثر من محبة ربي؟ إذا أحبك الله جبريل عليه السلام وهو خير الملائكة وأفضل الملائكة. ميت الزود ما راح تقولش الملائكة ميت خسر مريض عيسان عشان الله تعالى القبول ديرهم. خامسا معية الله لعبده. معية الله لعبده يقول الله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. اتقى ربي سبحانه وتعالى واستسلم بأن الله تعالى القوة والسلطة والحماية والرعاية وأمان الله مع عبده. فلستم وحدكم أيها المتقون ولستم وحدكم أيها المؤمنون إنكم في معية العلي الجبار القادر القاهر فنعم.
الله تعالى ارزي المتقين. سادسا، من ثمار التقوى انتفاء الخوف والحزن وحصول الفوز والبشارة. ونجا المتقي يكسب ثمار ذريتا. الخوف يتبكش خاص، الحزن يتبع خاص، يدير الفائزين يتبشر بالله تعالى. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شكون هم يا ربي؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إني يوم الدين اتقى الله سبحانه وتعالى. سابعا، بالسبعة، فتح بركات من السماء والأرض. ما نقصد البركة وجنة، البركة تمر ستر الزي المتقين. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركة وجنة الهواء، البركة تمر تقعد شريطة أن تكون من المتقين. ثامنا، من ثمار التقوى الحفظ من وساوس الشيطان، كما قال سبحانه وتعالى: خصنا ندير المحفوظ زين وسوسة الشيطان ستر زين المتقين. قال الله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تاسعا، النجاة من النار ستنجيب زين السحر زين المتقين. قال الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي شكون اللي غيتنجى من النار غير الجن وغير الجنة تعالى زين السي. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه نجى الله تعالى المتقين. عاشرا، الانضمام لوفد الرحمن. ولا تسدير الزين وفد من الرحمن الزين المؤمنين ستر الزي المتقين. قال الله تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. في مشهد من مشاهد يوم القيامة يقدر المتقون، يقدم المتقون على الرحمن وفدا في كرامة وحسن استقبال تتلقاهم الملائكة. الوفد للمتقين زي الثمار التقوى، باش يدير الزي الوفد من الرحمن ستير الزين المتقين. يوم القيامة هذا أهيان المتقين دي الوفد ترقاد الملائكة استقبال نسي حسن الاستقبال بعكس المجرمين الذين يساقون إلى جهنم كما تساق القطعان. ولا شفاعة يومئذ إلا لمن اتقى وعمل صالحا. المجرمين تهدد الملائكة على جهنم، أشنو تهدد بهاي، أشنو تهدد الاستقبال لازم دير الوفد زار بهيك ولازم تبصو دل تحاول شنو هو زين، لكن المتقون لازم تصف دير الوفد. قال الله سبحانه وتعالى: 11، إصلاح العمل وغفران الذنوب. براس الله تعالى باش يصلح العمل مش هذا الشيء، غفران الذنوب ستر زي المتقين. 12، الغرف التي فوقها غرف من ثمار المتقين ومن ثمار التقوى. 13، النجاة من كيد الأعداء ستنجد زي كيد الأعداء لا بد للزي المتقين. 14، قبول العمل يخصي قبل الله تعالى الزي العمل النفسية بالصدقة بالإنفاق بالصلاة بالقيام بالقرآن بالإحسان لا بد للزي المتقين. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. إذا أيها الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه بعض الثمار، إن أربعة ثمار التقوى، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. وهذا الشهر كذلك شهر ديال التقوى، والغاية من الصيام هي التقوى، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. اللهم يا رب وفقنا للخروج من رمضان بشهادة المتقين. اللهم اجعلنا ممن يخرج من رمضان بشهادة المتقين. اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اجعلنا من الطائعين. اجعلنا من التائبين الشاكرين الذاكرين. اللهم ارزق لنا لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم فرج عنا همومنا. اللهم فرج عن المسلمين. اللهم فرج عنهم كربهم ونفس عنهم همومهم.
اللهم اقض الدين عن اهله، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم يا رب ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واشكر كسرانا واهدي ضال للمسلمين اجمعين. اللهم يا رب تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام وتقبل منا الجود والاحسان، اللهم تقبل منا صدقاتنا واعمالنا ونفقاتنا، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب ابائنا واجدادنا ونسائنا واجوالنا واخواتنا واعمامنا وعماتنا وخالاتنا وسائر المسلمين. اللهم يا رب اجعلنا من المتقين، اللهم ان نسالك قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم لا تفرق هذا الجمع الا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم ارحم سائر موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك. اللهم ارحم جميعا اذا صرنا الى مصر اليه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ملك بلاد محمد السادس اللهم وفقه للخير واعينه عليه وارزقه البطانه الصالحه التي تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. اخت تسال منكم دعاء لابنها ولزوجها، اسال الله تعالى ان يتغمضه برحمته، اللهم تغمضه برحمتك الواسعه، اللهم ارحمه برحمتك، اللهم امطر عليهم شابك الرحمه، اللهم امطر عليهم شابك المغفره، اللهم اعلي مكانتهما، اللهم اسكنهما فسيح جناتك، اللهم اسكنهما فسيح جناتك، اجعل قبرهما روضه من رياض الجنه ولا تجعل حفره من كفار النار، يا عزيز يا غفار. اخيرا ايها الاحباب الكرام، بالنسبه اللي عنده ابناء وعندهم رغبه يقراوا القران الكريم في هذا الشهر ان شاء الله تعالى في هذه العطله الصيفيه، فغدا ان شاء الله تعالى من 9 ديال الصباح الى الظهر اللي بغى يقرا القران، اللي خصني الصغار قراوا نص القران كبار وصغار، المسجد مفتوح ان شاء الله تعالى من 9 ديال الصباح حتى لصلاه الظهر. اللي بغى يقرا القران وهذا شهر القران، شهر العباده، شهر الاجتهاد، شهر التضحيه، فما نجعلوش كباقي الشهور، فنجتهد ان شاء الله تعالى. ثم ايضا ثانيا كاين درس بعد صلاه الظهر مباشره للنساء، يجب الدرس في المغارب مباشره بعد صلاه الظهر التي ستلقيه الحاجه فاطمه تعنونا، ونسال الله تعالى ان يتقبلنا. غدا السبت ان شاء الله، واو غدا اليوم السبت ان شاء الله بعد الظهر ان شاء الله تعالى، الدرس غادي يكون غدا اليوم السبت بعد صلاه الظهر للحاجه دعنا، نسال الله تعالى ان يتقبل منا جميعا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقيم الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا مبينا.